نمرو زيرو. هارد لك داري. معليش، ممكن ناخد كاش؟ ممكن. أنا وش وحش عليك، أنت خسرت كتير. أوه نو دارلينج، أنا قلبي بيقول لي إنك لو لعبت تاني هتكسب. أنا عاوز ماشي كلام قلبك، لكن فلوس مصري خلصت. عندك دولارات؟ شور. أنا علشان خاطرك ممكن أغير لك الدولارات بفلوس مصري من هنا بسعر أحسن من البنك، بس مش لازم حد يعرف عشان دي ممنوع. بعدين سمرة كلابوش، شوف إذا كان أصحابك كمان عايزين. جنيه مصري كم دولار؟ اتنين دولار ونص. عندك كيس؟ أوه.